متابعي وانتين وما كنت اهلا وسهلا ومرحبا بكم في الموعد الرياضي الاسبوعي سكوب. ضيف اليوم كارير كبير، ضيف اليوم رحاله من الترجي بنزرت لعده تجارب رياضيه، ضيف اليوم نشوفوا فيه كمحلل فني وحتى خاض تجربه في التدريب، ضيف اليوم عربي جابر. اهلا وسهلا عربي. مرحبا وسيم ومرحبا بالمستمعين الكل، وان شاء الله اليوم نقدموا حصه باهيه كامل المستمعين يتمتعوا بها ان شاء الله. نبداو بالروبريك الاولانيه اتاك بلاسي، واحده واحده اتاك بلاسي. عربي في الاتاك بلاسي نبدا معاك، كنت في التصريح قلت مردود المنتخب كان هزيل وحملت الطاقم الفني المسؤوليه، قلت حتى التغييرات ما كانتش في بلاصتها وكل شيء. بيان سور، باش كنت تحمل المسؤوليه؟ فما اطار فني وفما لاعبين، هذوما يعني اكثر عباد كونسيرني بالتظاهرات وبالماتشوات. معناها هاد نمشيو قرار الجامعة كان صحيح في تنحية المدرب الكبار. أنت معاه القرار اللي جاء معناتها نهار وصول المنتخب. إيه لا يزيه كوكب، يزيه على خاطر العباد برشا بريسيون عليه وهو ظهر معناها في المباريات اللي سارتان مومون يعني المنتخب فلت من يديه. باش نستغل الحقيقة اللي أنت كنت لاعب سابق في الترجي وشفنا الماتش الأخراني نتاع الإسبيرونس كيفاش. ريت البريستاسيون تاع الترجي، وهل الترجي باش يرجع للجيل هذاك اللي هز دو شامبيونز ليغ ورا بعضهم بعد الفراغ اللي صار؟ ترى فما 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 مؤشرات باهيه. والله انا بحكم يعني ابن ترجي ولاعب الترجي ونعرف الاجواء والاداره اللي موجوده خدمت معاها يعني كلاعب 2016 من فتره قريبه من 4 سنين، دونك نعرف حمدي شنو يخمم ونعرف شنو المساج اللي يحب يعديه للعبيه وشنو يحب يعمل يعني جماهير الترجي هذه التونسي. حمدي يحب يطلع بالاسبيرونس جا مخر يعني يحب يوصلها، هو ماشي في الطريق الباهيه وعمل برشا حاجات باهيه، دونك يحب باقي يحب يوصل الاسبيرونس لستاتيو معينه اللي تل فاسون معناها. لكن تشوف الاسبيرونس لو ماشي في الطريق الباهيه بيان سور ماشي في الطريق الباهيه الاسبيرونس لو شوف حاجه باهيه في الترجي حتى كتغيب يعني مده معينه. عملناها اللي عملنا دومي فينال شامبيونز ليغ وخرجنا، صارت اصلاحات تصير معناها يصيروا لو ريكروتمون يصيروا في الصيف ما كانوش فما انتدابات باهين، لكن صلحناهم في الشتاء جبنا 4 يعني دو فالور اللي يهزوا الترجي البعيد ومع ذلك كل مزيان. انا ديجا باش نحكي معاك على الانتدابات وراك انت هزيتني للانتدابات. انت ما تراش فما مشكله نتاع انتداب؟ لا والناس الكل تعرف معناتها انه فما اشكال شكون يعمل انتدابات وشكون عمل في الصيف وشكون عمل في الميركاتو، هاتوا كلهم معناتها واضحين مع بعضنا. فهمت الناس اللي عملت انتدابات في الصيف وما تحملش مسؤوليتها وبعد رجع رياض بن نور باش يعمل هو الانتدابات في ميركاتو الشتوي، لكن فما تحفظ كبير وفما غضب كبير من الببليك الترجي على الانتدابات. برشا فلوس برشا سالاريات وما فماش كي تقارن معناتها كي تحط جوار بارابور لانفستيسمون اللي حطيته فيه تراها انت حاجه. شوف كيف تحكي بالعاطفه من ناحيه الجمهور ما نسمعكش، الجمهور ديما يطالب يعني في حاجات مستحيله ومن حقه يعني من حقه بشوف من حقه بشوف الترجي التونسي في اعلى مستوى ونحبه الناس كلها هيك. انت جبت مهاجم سامحني عاد جبت مهاجم وحطيت فيه برشا فلوس وما شفناهوش سور تيران جمله للي يتفسخ معاه في الشتاء، معناتها تجيب انت اتاكون من غير ما ندخل في الاسامي وكل شيء، جبت انت اتاكون في الصيف الى غايه الميركاتو شوف اللي فرط فيه وما شفناهوش في التيران. ايه شوف راه كان باش تقول لي مثلا فما مشكلة انتداب لحقيقة كان باش تقول لي مثلا اش اخطاء فما اخطاء كان شغلي منهم 4 ويعطيني يعني يعطيني روندمون طيارة ديجا حاجة باهية مش بشرطيين ينجحوا في 7 ترجع حتى من قبل اللي كانوا ينتدبوا في اللاعبين قبل ديما في الاسبيرونس تجيب 7 8 ينجحوا 5 كذا يتعدي دو كوتي فهمنا على الصراحة بالضبط ولا تجيك الانتداب باش نجيك الديتاي باش نجيك الديتاي لي زاتاكون تحكي لي انت خالد عبد الباسط ما نجحش توغي ما نجحش كوناتي ما نجحش هاو شو اسمه نجح وسيدناه باغ اكزومبل غلطه زاد عليه وترى ابراهيم وترى يعني اسات ما منجح في الاسبيرونس ورا وعطى درونمون والناس كلها حبته تلعب لكن تفريطه الاهلي والغازي نقطه استبيان بالنسبه لي انا لا ثم اللي نجحوا وسيبناهم ثم اللي جبناهم وما نجحوش. في اللاعبين نحن خمسة نحكيو فيه بعض لكن الملاعبين اللي نجحوا وانت قبيله برك وانت تحكي فيه الموضوع هذا هما ابناء النادي. كي نحكيو توا اللي عملوا في بلاي ستاسيون دي معناتها ولا المحلي حتى كان مش ولاد اسبيرونس كيما بن حميده غيران الشعليري بالرمضان وانا حاب نحكي معك شويه في بالرمضان انت قلت فيه معناتها
افضل لاعب في تونس في في التصريح. فما مشكل، انت عندك ولاد النادي هما اللي هزين الجمعيه توا ولا؟ عبر تاريخ الترجي التونسي تنجح ولادها ديما، ترجع حتى هانجي كان العشر سنين الاخرانيين الترجي التونسي بنات فريق ولادها وكيف اربع انتدابات دو فالور. فما نقطة أثرت هذا أنت وهذه باش نختموا بها الموضوع على الترجي ونمشيو للبيك اللي بعده. التفريط في اللاعبين، عندكم لاعبين صغار محليين تونسة ولا حتى مش تونسة جبتهم كانوا نجموا يعطيو رونتمون كبير ونجحوا في الجمعيات اللي مشاو لها. انت توا ما استغليتهمش ولي ريكروتمون اللي جبتهم ما كانوش معناتها خير منهم. نحكيو على برشا ملاعبين، نحكيو على ليس جلاسي شفتوا في ميسيير كيفاش مش عمل، نحكيو على طيب مزياني شفناه في الاتوال وتوا في ابها، نحكيو على ماهر بالصغير شفتوا تويكا في ميسيير وهاسو سوبر كوب قدام سبيرونس، نحكيو على يوسف العبدلي زاد كيف معناتها مشى لميسيير وتوا بيوتور في ميسيير. معناتها هذوما اللاعبين الصغار اللي مازالت مرجة بروغريسيون قدامهم برشا واللي الحقيقة الترجي ما بعطتهم فرصة. لا مش معك من الناحية هذي. تقول لي ماهر بصغير، ماهر بصغير خذي برشا فرص، خذي برشا فرص ونعرف أنا علاش ماهر يعني ما كملش في اسبيرونس، نعرف علاش ماهر يشوف يعني لاعبي من كوتي فنية ما نحكيوش، يطير بهم الكل، في تونس أو ماهر يطير بهم اللاعبين الكل، ككاليتين يطير بهم اللاعبين الكل، لكن ماهر قعد له مشكل. وليزونترونور الكل يقولوا له عليه، هو يعرف زاد، ما يسألني حنا مع بعضنا ونعرف نحكي في هذا. بس هذا ما موش يقول برشا ماهر، دو تيل فاسون يعطل ستيل اللي يحب عليه ليزونترونور. حكيوا معاه برشا ليزونترونور، هو بده يحكي لماهر الكل. قعد له مشكل ماهر يحس في روحه أقوى من اللاعبين الكل، ويحس في روحه أي ديفونسور ينجم يعديه. هو اللي الكرة كتجي ديما يحب يخليها عنده، ديما يحب يورد، ديما يحب يدريبل. دونك كان جاي نوع من اللعب وهو صغير في العمر مازال، دونك ينجم يتحسن وينجم يبدل الستيل هذاك. ما كانش يتأثر معناها. ما شوف ما هو كي يبدا معك البلايلي وليس البدري ويبدا معك حمد الهوني يبدا معك اللعبية بارزين ديجا وعاطين بلوس وقاعدين يماركيو ما يسكروش عليك. مرة يقول لك مرة اثنين يعطيك فرصتك، ثالثة الرابعة ما في الاسبيرونس نحكي، ثالثة الرابعة ما تعطيش ما تعملش اللي يحب عليه لونترينور يعني خليه دو كوتي. توا في جمستير ولا في جمعيه اخرى ما ثماش كونفرنس قويه يصبر عليه ماهر يعمل اللي يحب هذيك وقادر يفجر طاقاته وقادر يعاود يرجع ان شاء الله ربي معناها يشفيه ويعاود يرجع من جديد. وماهر بيرسونيلمون انا اقوى من برشا من لعبيه حاليا في الدرجه اللي تونسي. لا يخاف عليه وقلنا نحكي لك على ماهر برشا خاطر ما نحبش موهبه كيما ماهر تتعدى كيما ترسل بالضبط. خاطر ماهر قادر يكون اقوى من اسامه الدراجي وقادر يكون اقوى من يوسف المزيد. هذا مش كلامي انا، كلام برشا فنيين. راهو عنده الكاليتي نورم، راهو ما تحكي على اللاعبي وموهبه ما عندها ربي. يقعد في الدار ما يترناش عام تلقاه بنفس الكاليتي. تخيل ماهر ما يسمع الكلام ويخدم دوبل وتريبل تو مع فوزي قادر يطير بها الناس كلها. علاش قعدت نحكي لك على ماهر يعني في السوجي طولت شويه. واضح. واحنا تويكا نحكيو على المدرب فوزي اللي هو ينجم يكتشف ماهر من جديد، باش نمشيو للبريسينغ وباش نحكيو على شكون اكتشف العربي جابر في البريسينغ. هذا العربي البريسينغ ودي ديفونسور تعرف كي تاع الجمعية عربي برشا جمهور يقول انت تستعرف ولا لا اللي انت اكتشاف خالد ماهر. كان فما كان لا واضح لنا لا لا عمري ما ننكر اللي خالد عطاني فرصتي، لكن من طلعني من السينيور ميجينيور السينيور هو حمدي مدبر كان فيس بريزون مع سيم شيبوب. كيفاش جريت البريسيون في ملاعب صغير؟ بون نحن الحمد لله ربي يعني مستنسين تعيش الترجي من انت صغير تستانس باللي ماتش تستانس باللي تيتر تستانس بالربح. دونك حتى طلعت يعني سينيور يعني نفس لي كونديسيون يعني. بون جمهور بريسيون كبيره برشا لكن يعني متعودين ما فماش نقيت صعوبات كبيره. كي جيت هويك انا نقول لك اغزر من بعيد التجربه نتاعك في الاسبيرونس، نحكيو على الاسبيرونس كيفاش تراها كيفاش تقيمها لي بوان فور؟ والله الحمد لله يا ربي يعني نتصور فيها برشا باهي كيما زاد فيها خايب. هذاك اللاعب نحكي لك يعني كوتي توا
كارير في الترجي الذي تونسي. انا ابن النادي يعني معدي قرابه 16 سنه يعني بين ولا ممكن حتى 18 سنه يعني بين الجون والكيب سينيور. توجت بالالقاب يعني مع الترجي الذي تونسي. انا عبد الله يعني عندي بين الكيب سينيور عندي 11 لقب، معناها كان زيزا نتاع لي جون يوليو في ال 22 يعني حاجه مش سهله. اللي هذا كيف فما ملاعبيه توا يعني حاله تيتر ما عندهاش، يعني تصور عم لاعبيه كبار وعامله سامي وعامله كارير ما عندهاش يعني تيترو. يعني الحمد لله كنا محظوظين، انا كنا في الترجي الذي تونسي فريق يمنح لك التتويجات من ناحيه، فريق يعني يمنح لك برشا حاجات باش تمشي للمنتخب باش تلعب باش تعمل باش تربح برشا مباريات. طب باش تحكي لي على اسوأ حاجه تعشتها في الاسبيرونس بصراحه، واحكي لي حتى في الكادر بيرسونيل معناتها كان ما نعرفش صارت لك شي مشاكل، الناس اللي حسيتها، نعرفوا الجو في الكورة في الفستير في الكويزينا تير اللي نسميوها بتاع الجماهير، هل عندك جرأة تحكي لنا على أخيب حاجات عشتها؟ والله أخيب حاجات يعني ما حاجات كبيرة كبيرة الحقيقة، ما ثماش حاجات يعني يصير جراف جراف. أخيب حاجة في الترجي الذي تونسي هي الخسارة، ما نقبلوهاش احنا خسارة في الترجي الذي تونسي بصراحة. يعني كي تخسر مباراة عبارة تشوف غدر البارك باش يولي، تحس الناس كل ساكتة، الناس كل حزينة، الناس كل يعني تستنى في المباراة الجاية باش تربح، هذيك من آخر الحاجات. الخروج من الترجي ما كانش من أصعب الحاجات هو الحقيقة خروجي من الترجي الذي تونسي. بون أنا خرجت ورجعت اون 2010، كلمني وقتها كلمني فوزي منزرتي قال لي راهو فما الاتحاد الليبي، انا كنت مولي واحد في ليكيب اسخت الموضوع مع فوزي، تعديت بريود خايبه شويه، فوزي تعرف يجي يبدل ليكيب وتمشي ما عادش ما عادش يعمل ديجون، فوزي معروف عليه عنده 11 يلعبوا وعنده دور بلاسمون يعني يبدل بيهم ديما بس بالضبط. فوزي كده عنده نقول لك عليهم ديجون، يدخل الماسونتر وفي الدقيقه 90 يدخل ديفونسور ديما. فوزي ديما هكاك شفت لي برانسيب تاعو. دونك فما فوزي كي جاي بدل يعني بدل في الاكس وبدل في ميليو تيران وبدل في الاتاك، مشات ليكيب مليح. قعدت في هذيك ما نلعبش انا فهمت. الاتحاد الليبي بحكم فوزي بزاف كان في ليبيا، كان فوزي بزاف قالوا لي انا حاشني ديفونسور باش نصحنا، قال انا نصحكم بعد اللي جابر معناها خذوه لاعب ممتاز ينجم يعاونكم. الاتحاد الليبي وقت عنده تلعب شامبيونز ليغ وتلعب ديما تلعب معناها ليكيب اكثر تيتري يعني في ليبيا. دونك اتصل بيا الحقيقه ما قاليش معناها ماهيش فرض، قال لي تحب تمشي راه هكا وهكا فريق ممتاز وننصح، قال لي تمشي مش تلعب غاديك. قلت له اوكي معناها كيف كيف، قلت له معناها كلام حمدي معناها سحبني بدل، قال لي وزي، قال لي تستحق الخير معناها اللاعبين، قال لي وزي العب خير من تقعد معناها في البريود هذايا مره تلعب مره هذايا مع فوزي فهمت. دونك الحمد لله ربي مشيت لقيت كيف كبيره ما حال الحقيقه ما تبدل حتى شيء، كو سوا بريسيون تاع الجمهور الاتحاد ما تفاجات انا باللي كونديسيون اللي لقيتهم هذيك كل شيء متوفر معناها جوست الكولور تبدل بين معناها فريق كبير وفريق كبير اخر. برشا جماهير من الترجي ترشت عليك على تصريح قلته انت، قلت التجربه في بنزرت كانت احسن فتره في حياتي. والله يعطيك الصحه. تذكرت شويه للاسبيرونس. لا لا يعطيك الصحة يعني في السؤال هذا يعني أنا نسيت التصريح هذايا، لكن فرصة توا باش نوضح لجماهير الترجي الذي تونسي. أنا ابن نادي ويعرفوني يعني نحب الترجي، يعرفوني يعني نغير على سبيرونس، ويعرفوني عمري ما نحي يعني واحد عمري ما نحي خشم من وجهه تحب ولا تكره. لكن في التصريح هذاك أنا قصدت حاجة أخرى، قلت الوقت ما وضحتش مش كيما تستيتر في الترجي الذي تونسي اللي متعودين به، كيما تنسى شامبيونات كيما تنسى كوب توا حاليا ما عادش نحكيو عليه ولا حاجة عادية، عبارة صباح خير صباح خير يعني الدرجة اللي تنسي شامبيونات ولا كوب توا شامبيونات توا كوتيديان ولا التيتر اللي يفرح في الدرجة اللي تنسي شامبيونز ليغ ما تحكي لي حتى حكاية. مش كيما تهز بطولة ولا كاس في الدرجة اللي تنسي، مش كيما تهز بطولة ولا كاس مع نادي دادي بنزرتي، مع نادي دادي بنزرتي أصعب ويلزمك تخدم الدوبل ويلزمك تربح ماتش كل مع الترجي سهله سهله تهز شامبيونات سهله بصراحه الترجي اقوى من الناس الكل اقوى من الفرق الكل. وانت تو نحسك في كلامك حتى نحكي معك على الكارير تمشي هكا تحب تحلل الماتشات تحب تحلل انه نكملوا سؤال الاخرين في البريسين، علاش عربي غاب على التدريب حتى التجربه نتاعو كانت هكا خفيفه وكانك انت حبيت تتوجه للتحليل
قبلك انت في الحلقتين اللي فاتوا كان معنا طارق سالم، قال انا نلقى روحي في التحليل افضل من التدريب، هل انت عندك نفس الرأي ده؟ انا العكس. والله العكس. والله العكس، انا نلقى روحي في التدريب افضل من التحليل. التحليل الحقيقه طلب يعني نمشي انا بيتي، فما بتقدر تشوفوني عم نتكلم ولا اكل كريستا سيرفون. التواجد بتاعك ولا لا والله ايه والله ما بحبش منتج يعني نقاط موجود ما بحبش يعني الكهول برشا برشا معناها في ما بخبر ديما في قناه واحده ولا في راديو واحد، فهمت؟ ما نحبش يعني ننظر منه ومنها، دي نحب في قناه واحده ديما جو خبير خير. ما دام خدمت تدريب وين عربي جابر المدرب؟ والله لا موجود الحقيقه، عم ناول بديت اون 2018 يعني مع اسكندر القصري في 2019 في السي بي، عملت تجمع في السي بي مع اسكندر القصري وسفينة حدوسي. بعد وعم ناول مدرب اول في سبيخة، معناها شديت خمسة مباريات يعني وشديت فاز عليهم، بعدين خرجت عملت بجوي معناها الامكانيات ما كانتش تسمح باش نكملوا مع بعضنا، مع تركة في ارض الحال سبيخة، بعدين مشيت خرجت عملت معهم خمس مباريات كهو، بعدين خرجت كيف كيف عم ناول خدمت انا كمان زعيم في السعودية في الدرجة الأولى ككوب السعودي، أنا مساعد كمان شديد زاد من نجم حقل الكرم بون النادي ونادي بالكرم مش صح معلومه كمدرب اول. دونك كنت جيت كل سنه معنا في فريق ومن طون قاعد اللي عطتني الكورونا على خاطر نكمل في دوزيام دوغري، فهمت؟ خاطر نجم تخدم تو كان باش تاخذ ليسونس تكنيك لازمك مينيموم دوزيام دوغري، خاطر دوزيام دوغري احنا قاسين عليها تو جانا تو معنا جمعه عليها باش نكملوا نعديو على خاطر كذا سنين هي واقفه الدنيا مسكره. تو بتكمل ان شاء الله جاي فتره باش تكمل الكاف بي والكاف ا اللي يعني يقعد التوجه الاول هو التدريب. اخر فقرات البرنامج باش نحكيو فيها على سؤال بدات ما حكاش فيه برشا العربي جابر، ولكن قبل سكوب باش نمشيو لجودمو. مرحبا بكم متابعينا من جديد، جودمو عربي باش نلعبوا لعبه، نسالك انا على موقف ولا شخص وانت تجاوبني في كلمة تكون واضحة واضحة وصريحة. وديع جاري في كلمة عمرو باهي عمرو خايب. شنو باهي شنو خايب؟ عمرو باهي كالتواصل تاعو مع رؤساء الأندية ومع رؤساء يعني الفيفا علاقاته طيارة عنده شوية مشاكل يعني مع شوية رؤساء الأندية، عنده شوية مشاكل مع لاعبين سابقين. شنو خايب؟ انفراد برأي. دكتاتور. باه انفراد برأي ما ألطف. ديكتاتورية شوية. بيك تراها في كلمة ناجح كرئيس جامعة وإلا لا؟ ناجح. حد ناجح شك. لا ناجح تشوفوا ناجح بالأرقام نحكيو. راهو نعطي ورود حتى حد وما راهو كان يستحق مش نقول لك راهو فشل راهو فشل. أنا كي نسألك على مادام هو منتخب يمشي كأس العالم وقاعد يلعب في التظاهرات والأندية بتاعنا متوجة قرص الأندية بتاعنا وقاعد معناها يدخل في حسب يحكيو الستاتيستيك نتاعو الميزانية معناها كخذا في 5 مليارات وتو ولات في 70 ولا في 60 مليار، دونك نجح. عنده مشكل اللي بوتيتر خليته ياخذ ايماج خايبة عند العباد، مشكلته ما هي الشركة. طيب أنا كيف نسألك على شخص عربي على من وجهة نظرك أنت كيفاش خد من يحكي؟ مدرب لازم نعطيه فرصته اكثر من اللي خذاها ونعطيه قيمته وقدره اكثر من اللي هو فيه. بعد الكارير هذا كله نقولوا ما خداش حظه، مازال ما خداش حظه. دونك خد بناحي ما قعدش ثلاث اربع سنوات في الترجي الذي تونسي وما خداش المنتخب، بالنسبه لي انا خد بناحي مازال ما اتشقش. ما تراش الاشكال ما بيكونش بيكون منه هو اشكال في التواصل كذا؟ ليه؟ لا 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 الظروف ما حطتش. خد بناحي خروجه في من الترجي التونسي معناها محير العام الاخر، خلى برشا يعني سؤالات محيره علاش خرج للتو ما نعرفوش، الوغ هو انا خلى فريق جاهز وحاضر باش يتوج لعبه ابطال افريقيا. نعرفوا خالد سعيد، نعرفوا خالد كاركتيره مش ساهل، ونعرفوا خالد معناها سامحني بكلمه عنده الديكتاتوريه في قراراته. انا ما نكذبش عليك، لكن خالد بن يحيى مدرب ممتاز حاليا كان مش افضل مدرب تونسي، وشفناش قاعد عامل توا في
في الجزائر. معناها خد بناء تو في الجزائر، خد بناء حي راهو مفدق الدنيا غاديك. افضل مدرب في تونس؟ فوزي مزارتي. افضل لاعب في تونس؟ محمد علي بن رمضان. افضل لاعب في تاريخ الترجي؟ طارق ذياب. موهبه كبيره ظلمت في الترجي في عبر التاريخ؟ عبر التاريخ برشا، هما برشا لاعبين راهو برشا لاعبين راهو جاو وما نجحوش، معناها ما لقاوش فرصه نتاعهم. اكثر موهبه؟ اي ما لقاتش حظها في الاسبيرونس. هكا صعيب السؤال تاعك شويه، صعيب 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 صعيب، على خاطر يلزمني فما مواهب برشا راهو اللي يحط ثقيل في الترجي التونسي ساعه هذاك يلزم يكون موهبه. ما نعرفش انا من وجهه نظرك انت حازم ما تستحضر حد تو تو حاليا ما استحضر. نرجع لك سؤال بعد شوي. لا عادي حمروني شنو هو لعب وعادي راه بارابور الموهبه نتاعو ما ماخذش معناتها حظ. ساقبل كل شيء، تحكي على الحظ لعب والا حظ كوره وفلوس؟ تو لازم توضح لي سؤالك عاد ما فهمتكش تو. معناها حظ ملاعبي جبنا ملاعبي دو كاليتي وما لعبش تيتولير، والا ملاعبي لعب وعطاه الاسبيرونس وما خذاش حقه، هذا ايش حابين نقول لك؟ فهمت، بيعطيني ملاعبي ما لعبش في الاسبيرونس وهو يستحقها. عاود صحيح. صعيب برشا. صعيب 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 باش صعيب صعيب سؤالك صعيب صعيب شويه يلزمني نحب نعطيك اسم يعني دو تيل فاسون اللي الجماهير توافقني فيه الراي، فهمت؟ ما نحبش نعطيك اسم، بتيت نرجع لك شويه اخر السؤال هذا من بعد شويه. ما نحب نعطيك اسم اللي يكون هو معناها في سؤالك في محله، خلي لي شويه وقت نرجع لك من بعد. نحب نعطيك اسم معناها طياره ولا اللي بالحق تظلم والعباد حكيت عليه. افضل لاعب في تاريخ المنتخب وباش نرجع لك السؤال هذا. افضل لاعب في تاريخ المنتخب فما اسكندر سويح. اسكندر سويح. اسكندر سويح. اكثر لاعب تظلم انه ما مشاش للمنتخب ولا تظلم في الفترة مع المنتخب؟ الفترة هذه؟ في ما لعبش فترة كبيرة في المنتخب وهو كان يستحق ما فيه. فما معز بن شريفين. معز؟ معز. لعب معز ما خديش حظه. علاش؟ ما خديش حظه، قلت له لعب مهم ما لعبش برشا. بريود لعب في ايمن بلبولي. تراه تو يستحق معز بن شريفين؟ لا يستحق. قبل الناس كل. قبل فاروق، قبل وقبل علي جمل، وقبل دحمان، وقبل معز حسن. بيان سور. راه مش معقول. حارس ترجي الرياضي التونسي ماهوش منتخب. كنت تدير في الترجي التونسي عندك شانس كبيره باش تكون في المنتخب. فاروق مش قادر يلعب، مش قادر يلعب راهو ولينا بالعكس بالمقلوب. نورمالمون الحارس الاساسي تاع المنتخب يكون معز بن شريفيه، من بعد تحط 2 3 4 5 6 هذا حسب رايي انا. ومعز عنده دي برشا دي كاليتي زعما سو بوان. الناس تقول تحب زعما سو بوان، جماهير تقول معز يزيه معز يزيه، وكل انترينور يجي يلقى فاروق ويلقى يلقى يلقى الدبشي ويلقى ويلقى يلقى برشا حراس يعاود يلعب معز. معز عنده برشا دي كاليتي اللي حراس تونس ما عندهاش. اذا نحكي تكنيكمون اللي العباد حاليا بيان سور باش نعاود نعطيك فرصه كان يعاود يجيب لك اسلام البدر التصريح اللي قلته افضل فتره في كارير عربي جاب الترجي ولا بنزرت. لا 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 ما نجمش ما نجمش نقول فما فترة ذهب معناها فترة قبل الترجي التونسي. لا نكذب عليك الحقيقة. تقعد الترجي هذيك أفضل يعني فتراتي راهو عشت 20 سنة في الترجي التونسي راهو معناها متربي غادي يعني متربي من في البارك معناها حتى لين واحد طلع له شيء في لحته هو مازال في الترجي التونسي الحقيقة. لكن تقعد فترة نادي رياضي بنزرتي اللقب اللي هزيناه فيه نكهه خاصه هذاك اللي حابين نقوله. باش نسالك بطريقه في الوقت الحالي مدرب في النادي الرياضي بنزرتي ولا مساعد مدرب في الترجي الرياضي التونسي؟ شنو تختار؟ والله سؤالك اخويا طياره برجولي والله هذه في بلاصتو. مدرب النادي الرياضي بنزرتي. مدرب اول؟ اي مدرب اول. تراه تعاونك في كاريرك؟ بيان سور بيان سور. انا مجوغني ما نحبش نقعد برشا جوان نقلق. نحب نعطي رأي، نحب نخدم، نحب ناخذ الانيسياتيف. اي ديكتاتور حتى انا شويه في واو. في انا من نوعك باش نولي نطلب شويه ديكتاتور في بالك من تو. باش نمشيو للريبريك اللي بعدها لكن قبل لقيت لي شكون اكثر جوار تظلم في التاريخ. لا تنرجع لك شويه تنرجع لك تنرجع لك نتعداو للسؤال الاخراني في الحلقه سكوب.
سكوب سؤالنا الاخراني في الحلقه، عربي جابر، برشا ناس ما تعرفش الفاز هذيا من كاريرك ولا حتى القليل الناس القليله اللي تعرفها ما تعرفش شنو الاسباب. شنو الاسباب عربي جابر اللي خلات حسن شحاته يرفضك في الزمان؟ سؤال مهم بصراحه، مي عندك المعلومه ليا؟ سؤال مهم والله. هو لا مش رفض، مش رفض. كل انترينور وشوا نتاعو. انا وقتها مشيت الزمالك، روحت من ليبيا قعدت البريود قد على 4 شهور ما دربتش. بعديك كانت فما اتصالات مع حسين حسن باش نوقع في الزمالك. مشيت غادي، مشيت لمصر وقعدت معاهم، ويعني سي بون يعني الكونترا باش يصحح. وقتها الزمالك البطوله في مصر ما زالت فما 3 مباريات الاخرانيه، وعلى راس معنا الاداره الفنيه، معنا على راس الفريق حسام حسن. بعد تاد حسن، بعد حسام حسن خسر 3 مباريات، اموره كان سبب في الفريق خرج. في الوقت هذاك انا كنت واقع العقد وكل شيء. كي جاء حسن شحاته تعرف كل مدرب ولي شو نتاعو، قال لك انا ما ناخوش يعني انا اكسيال اترونجي في قرارات نفسه، في قناعات نفسه هو معنا حسب كاريره. قال لك انا ما ناخوش، انا جو بريفير اللاعب واحد مصري ونجيب معنا في بلاصته هو ان اتاكون ولا ريجيسور ولا اميلو تيران يعاوني خير. فهمت؟ دونك جوست في الشوا هذاك قال انا معناها ما نحبش نوقع العربي. دونك مش شوا تكنيك لكن شوا بيرسونيل نتاع. ما كانش ضد العربي جابر كاسم، معناها ضد، كان ضد اي اكسل اجنبي. لا لا، كان اي اكسل اجنبي باش يكون الرفض، معناها كو سوا انا ولا غيري ولا خالد بدره ولا اي واحد تحب عليه انت. مشكله مع حسن شحاته؟ لا لا ما نعرفوش، انا ما عندي معاه حتى مشكله. انت قبيله في اول حوار كي جا ديوكيبيرو وصارت لك المشكله ما كانش يحب يرافض انه يلعبك، مشيت حكيت معاه، ما حاولتش انك تحكي مع حسن شحاته كي انت عندك الجرأه هذه؟ لا وقتها هذا صحيح الكيب دخلت في في في, في, في تريف، وحسن شحاته يعني كي جاي من بعيد، يعني ما كانش فما كونتاكت. فما الكره اسمع راهو دي ديفياسيون، يعني راهو قرارات صغيره تبدل لك كاريرك، قرارات صغيره تطلعك لفوق، قرارات صغيره تهبطك لوطه. هذيك الشارع نتاع الكره، احنا ولاد الدومين كي تدخل في الدومين الكره كو سوسوا اونترينور، علاش نحكي لك على الطريقه اللي قالت نتاع مدربين راهو يتقبلوها كل احنا كلاعبين نتقبلوا زاد لي مومون هذوما والمواقف الصعيبه والقرارات الصعيبه. خاطرك تعيش في الكره تولي تقبل كل شيء، تعرف اللي تنجم تصير لك حاجه باهيه وتعرف تنجم تصير لك حاجه خايبه في اتو مومون. هذه نكمل بها عربي مشكور، فرحان برشا، شرفني برشا حضورك معنا في الايميسيون هذيا، ونخلي لك كلمه الختام. بالكلمة الختام نحب نرجع لك على اللاعب اللي قلت لي بتيتر تظلم في الترجي التونسي، موهبه وكان نجم ياخو حظه. هو ملاعبي ممكن يتفاجئوا به العباد، انا في باش نسميه لك توا فيو اللي معناها سمعت عليه برشا معناها لاعبي عنده كارير كبير، عنده دي كاليتي كبار، مش معناها من جمهورك هو، معناها كي تدخل بارك الناس الكل تحكي عليه. وتوا حاليا معناها الفنيين كلهم يحكيوا عليه، معناها حتى رؤساء الانديه يقول لك كان نجم يكون فلته من فلتات كره تونسيه. اللاعب اللي هو يعني فيصل العراري، فيصل العراري لاعب ولد الترجي الرياضي التونسي، برز في ليجون، طلع في الكيب سينيور. اللاعب هذايا الى حد الان الناس كل يقول لك فلتة من فلتات كره تونسيه اللي ما شفناهاش. لا هو اني 80 ولا 60 ولا 79، الناس كل تعرفه، يعرفوا جماهير الترجي التونسي تعرفه. كل لاعب ما طلعش سينيور، لعب شويه في السينيور ومعروف في تونس الجمهوريه كل عند الفنيين. بون بوتيتر جين دو في نتاعو ماهيش باهيه، فهمت؟ اما تسمع البريزيدون، تسمع سليم شيبوب، تسمع يعني رؤساء الانديه، وتسمع المدربين اش يحكيوا عليه، مدربين حاليا نحكي لك، وتسمع اللاعبين حاليا اش يحكيوا عليه، يقول لك ملاعبي ما شافتش عينيهم. حتى في ليجون في الاسبيرونس يقول لك ملاعبي اقوى ملاعب دخل البارك هو فيصل العراري، وتمنوا يشوفوه يعني في الكيب سينيور، لكن فما قرارات صارت يعني حطمت له كارير الملاعبي هذا. وحتى جمهور الترجي التونسي يعني يعرفوا ويحبوا بلدي، وتمنوا بون يقولوا يعني يقولوا ايجين دو في نتاعو مش باهي. تعرف قبل مش كيما توا، قبل ملاعبي كي يعمل غلطه بالوقت يطردوه، توا لا، توا ملاعبي معناها تسهر وتخرج وكل شيء، دونك فما مسامحات. العقليه قبل مش كيما توا، دونك الملاعبي هذا انا حبيت نجيب لك ملاعبي اللي ما حكاوش عليه برشا، فما وميم طو معروف. ان شاء الله نكونوا قدمنا حصه باهيه،
ان شاء الله واحد يكون ما بخلش عليك في الاجوبه، وان شاء الله يعني من حسن الى احسن، وبرافو يعني على الخدمه نتاع ليكيب تاعك، وان شاء الله انت زاد نشوفوك متالق في قادم البرامج التلفزيونيه والاذاعيه، وان شاء الله اخويا حصه تنال الاعجاب. وبالمناسبه نحيي جماهير الترجي التونسي وجماهير الكره التونسيه كسوى الانديه كل، تحية كبيرة لجماهير الكرة في تونس وجماهير سكوب. نقول لكم استنوني كل سبت إن شاء الله، استنونا في حلقة جديدة. من قبل كنقول لكم باي باي.